السلام عليكم مشاهدين متتبعين في القناة ديالي قناة غزلان شانيل. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة بكل ما كتمنوا ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم المقروط، طريقة التحضير ديال المقروط بواحد الطريقة سهلة وكيجي رائع وزوين بزاف، نتمنى تجربوه. المهم كما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير اللي كنحتاجو في المقروط ديالنا. عندنا هنايا كما كتشوفوا اول حاجه اللي هي السميده غليظه، كنديروا فيه سميده غليظه كما شفتوا، وكنحتاجو فيها 500 غرام او نص كيلو ديال السميده رقيقه، وعندي كذلك نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، كنعبروا بالكاس ديال العنبه نص كاس، وعندي كذلك نص كاس ديال الزبده مذوبه، وعندي كذلك نص كاس ديال الدقيق الابيض او الفورس، يعني المكونات كاملين كندير فيهم نص كاس ديال الكاس ديال العنبه، وعندي هنا جوج معالق كبار ديال النشا او مايزينا، وعندي القبسه ديال الملح كما كتشوفوا، واحد القبيسه ديال الملحه. هادشي اللي كنحتاج في المكونات ديال المقروط. هذا بالنسبه ما يخص العجين ديالو، من بعد مثلا غنوريكم المقادير ديال التمر اللي كنديروا فيه لداخل. المهم كنخلطوا جميع المكونات هنايا كما كتشوفوا، كنخلطوا كاع النواشف هما الاولين، وكنخلطوهم مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم، ومن بعد كنزيد السوائل اللي هو الزيت والزبده. دابا كنزيدو الزبده والزيت. هذا المقروط هذا من اسهل ما يكون، دغيا كيوجد ومكونات ديالو بسيطه، ودغيا كتصايبوه، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، ماشي بحال الشباكيه، يعني هذا دغيا كتوجديه ودغيا كيطيب ودغيا كيوجد. كما كتشوفوا دابا من درت الزبده والزيت، دابا غادي نحاول نبسبس السميده ديالي بهاد الزبده والزيت باش تدخلها مزيان بيديا. مهم تنبقى نخدم بحال هكايا بيديا باش كندخل الزيت والزبده مزيان مع الخليط. كما كتشوفوا بعد ما خلطت كل شيء مزيان بيديا وبسبست مزيان السميده مع المكونات هنايا، الا لقيتو من الاحسن يبات ليله كامله عاد تخدموها، اولا الا كنتو زربانين بها تقدروا تخليوها مثلا تبقى واحد السويعات ديال المكانه، يعني شي 3 السوايع اولا اكثر، يعني هي شحال ما كتبقى باش كيتشرب مزيان ديك الزبده وديك الزيت من الاحسن. انا هنا غطيتها بالسلوفان كما شفتوا، وغادي نخليها ان شاء الله تبات ليله كامله، ونرجع معكم باش نكملوا طريقه التحضير ديال المقروط. هنا البنات انا دابا الصباح هذا بعد ما بات لي المقروط ليله كامله، اول حاجه غادي نديرها اللي هي الحشوه. هنا عندي ربعه ديال التمر المعجون كما شفتوا، وكذلك درت عليها معلقه صغيره ديال الزبده، ونص معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي ندير واحد شويه ديال الزنجلان، كيبقى اختياري بغيتو ديروه ديروه، الا بغيتو ديروه بلا ما ديروه، المهم انا كيعجبني الزنجلان في المقروط. وكندير كذلك واحد شويه ديال ماء الزهر، حتى هو كيبقى اختياري، يعني كتنسمي به الحشوه ديالك ديال التمر. انا كندير واحد شويه، غير واحد معلقه صغيره هكاك، ومن بعد غادي نخلط جميع المكونات. كما كتشوفوا بعد ما جمعت العجين ديالي ديال التمر، دابا غادي ندير فيه حرابل كما غتشوفوا معايا، يعني ما كبار ما صغار، كنديرهم يعني عاديين، واخا كيعجبني انا المقروط يكون فيه التمر كتير من الداخل، كنحاول ما امكن نخلي الحرابل ديالي شويه كبار ماشي صغار. المهم غادي نحربلهم كاملين ونرجع معكم.
دابا كنجيب السميده ديالي بعد ما باتت ليله كامله وشربت ليا الزبده والزيت مزيان كما كتشوفوا. كنعاود نخدمها بيديا واحد شويه لان الزبده كتجمعها، نعاود نخدمها بيديا واحد شويه. عاد غادي نزيد ليها اخر حاجه اللي هي نص كاس ديال ماء الزهر ونص كاس ديال الماء، يعني نص نص من الماء الزهر ومن الماء. وكيبقى الماء على حسب السميده ديالكم واش كتشرب اولا لا، لان انا في الخليط ديالي راه زدت على داك نص الكاس ديال الماء ونص الكاس ديال الماء الزهر، يعني ما جمعتهاش غير بهذا الماء، زدت مازال الماء. كيبقى فقط الخليط اولا باش كتجمعوا الخليط ديالكم على حسب السميده اللي درتو، يعني تقدر تكون كتشرب اولا لا بزاف، فانا زدت مازال على هذه الكميه. وهنا ملي تكونوا كتجمعوا الخليط ديالكم حاول ما امكن ما تجمعوش بحال اللي كتعجنوا، يعني غير بحال اللي كتجمعوها وصافي، يعني ماشي تعجنوها، يعني غير بحال اللي كتجمعوها بداك الماء والماء الزهر صافي، يعني ما تعجنوهاش باش ما تخسرش لكم العجينه. بعد ما جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوا دابا غادي نبدا نصايب في المقروط ديالي. هنا كندير واحد الحربول كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وتنبدا نخوي الوسط كما شفتوا بحال هكا بصباعي. المهم نتوما راكم تعرفوا طريقه التحضير ديال المقروط معروفه يعني عند كاع الناس، غير كاين بعض الناس اللي ما تيعرفوهاش وكاينين بعض الاسرار اللي ما تيعرفوهمش باش ينجح معاهم المقروط. هنايا من بعد ما كندير التمر ديالي كنجمع هاد الحاشيات بحال هكايا بهذه الطريقه، هو الاول كنجمعهم حتى ما كيبقاش يبان ليا مازال التمر، عاد تنكمل نحربل عاوتاني المقروط ديالي. المهم بهذه الطريقه شويه بشويه، ديروها غير شويه بشويه ان شاء الله غادي تنجح معكم، ما تخافوش منها. وكنعاود هنا نحربل عاوتاني بهذه الطريقه باش تناخد يعني الشكل اللي بغيت انا في المقروط، حيت كاين اللي تيبغي المقروط كبير كاين اللي تيبغيه صغير، فانا ما كنبغيش كبير بزاف، تنبغي نديرو شويه يكون صغير. وهنايا غادي نعاود نحربلو واحد شويه كما شفتوا، وغادي نضغط عليه من الفوق باش ياخد واحد الفورمه اللي بغيت انايا. وبالنسبه للجوانب اولا الجناب ديالو كنقادهم بواحد، المهم كتجيبوا اي حاجه نتوما غتشوفوا معايا يعني اي حاجه باش كتقادوهم باش يكونوا مقادين بهذه الطريقه صافي. وهنايا كيبقى ليا اخر حاجه اللي هي انا نقطع المقروط ديالي، كنجيب شي موس وتنبدا نقطع. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نقطعوا بها. انا حاولوا ما امكن انكم ملي تكونوا كتقطعوا يعني تقطعوهم كاملين قد قد، ما يجيش زعما شي كبير شي صغير، حاولوا ما امكن تجيبوهم كاملين قد قد. من بعد كنهزو كل وحده، هنا ملي تكونوا كتهزو كل وحده باش تحطوها كتحاولوا ما امكن تقدوها بيديكم بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا، يعني قدوها بحال هكا البلايص اللي كيكون خارجه فيهم السميده ممقداش تنقدوها صافي. وتنستمر هكا حتى كنسالي المقروط ديالي كامل.
من بعد ما ساليت المقروض ديالي كامل كما كتشوفوا دابا غادي نبدا نطيب فيه. انا درت الزيت ديالي فوق العافيه كتسخن، في الاول راني مجهده عليها، من بعد كنقص ليها ملي كنرميه. وجدت العسل ديالي كذلك كما شفتوا حدايا، دابا كنرمي المقروط. وهنا ملي كنرمي راه كتكون البوطه مهيله ما مجهداش بزاف باش كيطيب لكم على خاطرو تياخذ اللون ديالو، حيت الا خليتوه مجهد غادي يتحرق لكم وما غاديش يطيب مزيان من الداخل. فانا هنا البوطه منقوصه وكنحمرو غير واحد شويه كما شفتوا، ما تخليوش ياخذ واحد اللون اللي هو مغلوق بزاف، لان كيزيد مازال اللون ديالو يتزاد على مع العسل ملي كيشرب العسل. يعني هذا اللون هذا راه كيجي مزيان ما تحمروش بزاف. هنايا من بعد ما كنديروا في العسل كما كتشوفوا مباشره كنغطيه، ماشي كنغطيه، كنحط عليه من الفوق شي حاجه باش تيهبط يعني المقروط العسل داخل باش تيشرب ليا العسل مزيان كما غادي تشوفوا معايا. غادي نحط فوق منه المهم اي حاجه عندكم اللي تكون شويه تهبط المقروط وتخليوه حتى كيشرب العسل ديالو مزيان ومن بعد كتحيدوه. المهم خليكم معايا باش ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديال المقروط. كما كتشوفوا معايا بعد ما طيبت المقروط ديالي كامل درتو في هاد الكسكاس هذا باش يتصفى من العسل. هنا حبيت انني ما نخليهش عادي كما كتعرفوا على المقروط العادي، يعني تيكون بحال هكا ما فيه حتى شي حاجه، ما كيتذوق بحتى شي حاجه. قلت علاش لا ما ندير شي حاجه متغيره، وقلت ندير فوق منه الزنجلان كما غادي تشوفوا معايا. غادي نبدا نحط كل وحده فوق الزنجلان بهذه الطريقه باش يعطي واحد المنظر زوين وشكل مختلف بزاف. المهم نستمر بحال هكا حتى نصيب ان شاء الله المقروط ديالي كامل ونتلاقى معكم في الطبق النهائي ديال المقروط. هذا هو الشكل النهائي ديالنا كما كتشوفوا، قدمته لكم في هذا التبصيل بهذه الطريقه هذه. نتمنينا الاعجاب ديالكم. المهم كنتمنى انكم فعلا تجربوا هذا المقروط، راه كيجي رائع وزوين بزاف في المذاق. جربوه بالطريقه اللي عطيتكم بكل المكونات. المهم الى عجبكم لا فيديو ديالي ديال اليوم ما تنساوش ديروا ليا لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره، وتضغطوا على زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد كنحطوا لكم. وما تنساوش انكم تخليوا لي شي تعليق الى جربتوا اي حاجه. المهم ها نتوما كما كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي معلك وزوين بزاف وكيجي رطب. المهم نتمنى فعلا تجربوه، وتنقول لكم من هنا بسلام عليكم حتى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد مرة اخرى. ومبروك عواشركم ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم.